إلى حضرات حبيبك سيدنا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات شيخنا وسندنا عاشق الرسول لما محمد البوصيري رضي الله عنه وإلى حضرات شيخنا أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا أبي العباس المرسي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا ياقوت الأرشي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا عاشق الرسول السيد محمد علوي المالكي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا عاشق الرسول السيد عباس علوي المالكي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وملجأنا عاشق رسول الشيخ عبد القادر الكلوري قدس الله سره العزيز خصوصا منهم وإلى حضرة شيخنا السيد عمر الفاروق البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرات سائر أولياء والصالحين قدس الله أسرارهم اللهم انفعنا بهم في الدارين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين